امتى المريض باعراض البرد والانفلونزا العاديه اللي بنشوفها في حياتنا اليوميه يحس بالخطر، امتى يفكر يروح للطبيب؟ السؤال ده كويس جدا. الفرق ما بين الكوفيد 19 كوفيد 19 والبرد والانفلونزا، اهم حاجه بتميزها فكره الكحه هل هي ناشفه ولا لا. فكره الرشح، ان الكوفيد 19 ما فيهوش رشح. فهو درجه حراره، كحه ناشفه، درجه حراره، حمى، كحه ناشفه توصل لحمى، حمى، مشاكل جهاز تنفسي. حمى دي معناها ارتفاع درجه الحراره. بالظبط كده. دي الحاجات المميزه جدا ليها. ضيق التنفس، مش كده؟ ضيق التنفس، ما بيقدرش ياخد نفسه. فهي دي مشاكل الكوفيد 19 بعيدا عن بقيه الفيروسات. يعني امتى بقى المفروض يروح لدكتور؟ المفروض ما يروحش. المفروض ما يروحش. يعني هو لو شاكك ان عنده الاعراض بتاعه كوفيد 19 محتاج يكلم مكان بالتليفون 105. بالظبط كده، يقول له انا عندي الاعراض دي ومحتاج اروح مكان. ليه؟ لان كل الاوت بريك اللي حصل في ايطاليا ده، ان شخص عنده الاعراض دخل الطوارئ، عدا الطاقم الطبي، دخل الطوارئ عدا الناس الموجوده جوه. فهو لازم يبقى المكان اللي هيروحه مستعدين لاستقبال شخص عنده الاعراض دي. ما يروحش لاي طبيب، ما يروحش لاي مستشفى، ما يروحش الا لما يتكلم مكان يقول ان هو رايح. افرض المكان ما ردش، يكلم مكان غيره. احنا عندنا الليسته اللي فيها احيانا بيبقى عليها ضغط، ما تردش مثلا، او حاله مستعجله، حاسس بضيق تنفس شديد. لو ضيق تنفس شديد هيكلم الاسعاف. يعني لو هي اعراض خفيفه هيفضل هنا، الاعراض مش مميته، فهيقدر ان هو يستنى لغايه ما يرد. لكن لو الاعراض جت قويه جدا وان هو مش قادر ياخد نفسه، هيكلم ساعتها الاسعاف ويقول لهم انا حاسس بالاعراض 1 2 3 4، من ساعتها هيجي الاسعاف مجهز، مش اسعاف عادي. ما هو امتى بقى، امتى يعمل هذا الاتصال؟ يعني اما يحس بالخطر قوي، يعني امتى بالظبط؟ بعد كام يوم؟ لما الموضوع يستمر قد ايه؟ هو اي عرض من دول اول ما يحس بيه يستحسن يعمل التحليل على طول، ما يستناش. الكحه الناشفه، ارتفاع درجه الحراره مع بعض، ابتدى مش قادر ياخد نفسه، يكلم على طول المستشفى او المكان اللي هو عايز يروحه يعمل التحليل، او يكلم الرقم الموحد. يعني ما ينتظرش كام يوم كده يا دكتور اسلام؟ يعني يقولوا 4 ايام او حاجه زي كده؟ لو انتظر هي فيها مشكله. طبعا في بعض البلاد في الاطمئنان بيقول له اعزل نفسك بنفسك، ما تكلمناش. انجلترا فضلت كتير تعمل كده، وايطاليا حاليا ابتدت تعمل كده. بس هو المشكله كلها في درجه الوعي. هل احنا عندنا درجه وعي ان شخص يقعد 4 ايام من غير ما يقرب من شخص تاني مسافه متر او مترين ويعديه، خصوصا لو كان البيت فيه حد كبير في السن؟